يلا اخواني يلا وينهم الدبيشة وينهم الله ولي يزعل خل ويزعل بجهنم عمرينو يزعل خل ويزعل بجهنم عمرينو مازال شوقي عندي واني نايم بحضنو مازال شوقي عندي واني نايم بحضنو دور دور عيسى الصالح اها هذا عيسى الصالح حيا قمر جينا وينك يا عيسى الصالح حيا قمر جينا قربانك يا الطماحي بس احترف علينا قربانك يا الطماحي بس احترف علينا ولي يزعل خل ويزعل بجهنم عمرينه ما زال عيسى عندي والغامرة بحضنه دي جي ميوزيكال دي جي ميوزيكال لقعد ببيت الشاعر وجاب لك يا المحماس لقعد ببيت الشاعر وجاب لك يا المحماس انا عذبنا العجلي وصدقوني من بين الناس أنا عذبني خليل صدقوني من بين الناس اللي يزعل خل ويزعل بجهنم عمرينه ما زال شوقي عندي وأنا نايم بحضنه يلا 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 تشتهيني مو باللي يا لولك تشتهيني كل ساعة تدور اللي ولي يا لولك تشتهيني كل ساعة تدور اللي والله يا وطن جنة 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 والله يا وطن يا وطن يا حبيب يا ابو قلب الطيب يا وطن يا حبيب يا ابو قلب الطيب حتى ترابك جنة حتى ترابك جنة يا قصاوي دوه دوه مو باللي مو باللي تشتهيني مو باللي مو باللي مو باللي تشتهيني مو باللي لولك تشتهيني كل ساعة تدور اللي لولك تشتهيني كل ساعة تدور اللي عيسى الأحمد يا أبو أحمد هالشريف المدلل عيسى أبو أحمد ولي والعيسى الأحمد يا أبو أحمد هذا الشريف مدلل أنا قربان عيونك وحبك بقلبي طول أنا قربان عيونك هذا اليد بشبال أول دوه دوه يا أخوان الشريات روح دح دح دح
جيد والعيسى الاحمد يا الاحمد عيسى الاحمد يا ابو احمد اميت هلا بهالجيا يلا والهذا تشيلي في الغالي جايب دعوه رسميه والعيسى الاحمد يا ابو احمد يا بني فوتي بيدو والعيسى الاحمد يا ابو احمد حياك يا العبادي والعيسى الاحمد يا ابو احمد اميت هلا بالعبادي والمحادي لوم قلبي للجنون سيادي عيسى الاحمد ابو احمد من خالطنا هنا صار بلي 120 وصار بلي 140 عتبت زينه يستاهل الشريف يستاهل عيسى الاحمد يا والعذابي يا عيسى الاحمد يا العبادي يا ابو احمد يا با يا با منك عذابي يا با يا با اي والله منك عذابي ومنك فضات البال يا سلام الله يا ابو يا ابو للعبادي الشريف عيسى الاحمد ابو احمد على شرف العجل على شرف العريس خليل المصطفى وعلى شرف كل الحاضرين عباده بنوب الله فوق عباده اسود على شرف اسماعيل وحسين وعلى شرف مصطفى على شرف امين القادر الجمال على راس والعين بل 250 من 260 على شرف الشريف هل هو لا يستاهل على دي جي ميوزيكا وابو حمدان ابو حمدان